بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانشقاق کی تلاوت آج ہم کریں گے، تو اس میں آیت سجدہ ہے، جہاں پر وہ آیت آئے گی تو وہ میں نے مینشن کر دیا ہے، آپ دیکھ کے اس کے اوپر جب آپ سنیں تو آپ کے اوپر ایک مرتبہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد عثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء
وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثُوِّب الكفار ما كانوا يفعلون آمنت بالله صدق الله العظيم.